ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هوريكم كده، انا لسه جايه من تحت، اشتريت كده شويه مشتريات للعيد. بصراحه انا دخلت كذا محل عشان اشوف اللبس، بس ما رضيتش اقيس واقلع علشان خاطر الكورونا والامراض وكده، وبصراحه ما لقيتش حاجات كمان حلوه قوي، فقلت اجيب كام حاجه كده فرح نفسي بيهم، مش شرط تكون لبس خروج لان اصلا العيد كله هنقضيه في البيت. تمام، انا بقى هوريكم شويه الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده، هوريكم كل حاجه جبتها منين وبسعرها. اول حاجه معايا دي كده شنطه ميك اب، حلوه جدا جدا عجبتني. بصوا كده، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، كويس اهو شفافه. احلى حاجه فيها ان هي شفافه علشان تشوفي اللي جواها. انا بحب قوي وانا بطلع الميك اب ابقى شايفه الحاجه من بره، ما اقعدش ادور كده من جوه. جبت بصراحه كذا شنطه ما عجبونيش، دي حسيتها حلوه قوي، شفافه وعمليه جدا، والسوسته بتاعتها عمليه قوي. بصوا شكلها، هي شكلها كده حلوه جدا جدا. دي جبتها من محل اسمه تقريبا اخر العنقود في المعادي في شارع 9، ده كنت جايباها ب25 جنيه. تمام، كمان جبت من نفس المحل، هوريكم الحاجه كلها اللي من نفس المحل، ولو من محل تاني هوريكم برده. كمان جبت البرفان دوت من نفس المحل، ده فيكتوريا سيكريت، طبعا مش الاوريجينال يعني، بس شميته ريحته حلوه جدا جدا وريحته هاديه قوي. دي انا كنت جايباها ب75 جنيه من المحل، برضو نفس المحل اللي بقول لكم عليه دوت، ريحتها حلوه جدا. ممكن اوريكم شكلها من جوه، اهو بصوا ريحتها بصراحه حلوه جدا وهاديه قوي قوي قوي، اهو ده شكلها من جوه، شكلها حلو قوي قوي، اهو بصوا. وريحتها كمان تحفه، ريحتها تحفه جدا جدا، لو انصح اي حد لو لقاها في اي مكان يشتريها، هي بسعرها حلو جدا ب75 جنيه، وريحتها كمان حلوه جدا جدا. تمام، وده شكلها، وده شكل العلبه بتاعتها من بره. ريحتها وانا اصلا بقفل العلبه ريحتها طالعه، ريحتها حلوه جدا. تمام، وفي نفس المحل برضو جبت السبراي دوت بتاع شي، هو بصراحه ما الراجل قال لي احسن نوع فيهم يعني الفوشيا دي والاخضر، هو قال لي هما دول اكتر اتنين بيجوا عليهم طلب كتير وبيخلصوا بسرعه من عندي، فانا قلت له طيب خلاص، فجبت الفوشيا دي شمتها ريحتها حلوه جدا جدا، ومكتوب عليها ان هي بتدوم 24 ساعه، ريحتها قويه قوي يعني قويه بتثبت، وفي نفس الوقت هاديه جدا جدا، عجبتني بصراحة قوي. انا كنت جربتها قبل كده زمان، بس كنت جايبة الاسود منها، بس دي عجبتني قوي قوي، ريحتها حلوة جدا. تمام، كمان جبت من نفس المحل البيوتي بلندر، دي انا كنت محتاجة يعني بيوتي بلندر، عجبوني قوي، صغيرين كده وشكلهم حلو، والعلبة بتاعتهم شكلها حلو قوي اهم، ومن جوه طرية جدا جدا. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي، حلوه قوي قوي. بقيه الحاجه بقى اللي هوريها لكم دلوقتي، بصوا ده روج كده برده كان بيبقى في نفس المحل، عجبني لونه قوي اهو، بصوا لونه عامل ازاي اهو، لونه حلو جدا جدا. بصوا اجربه لكم على ايدي، بصوا الدرجه بتاعته حلوه قوي قوي، عجبتني جدا، وكمان ملمسه طري، انا بحب الروج يكون طري كده ما يكونش ناشف، ما بحبش الروج المط قوي دوت بيضايقني، فحسيته دوت طري كده ولونه جميل قوي. تمام، تمام كده، دي الحاجه اللي كنت جايباها بقى من نفس المحل اللي بقول لكم عليه دوت. هوريكم بقى حاجات تانية اشتريتها، اشتريتها منين بقى؟ اشتريتها جبتها من حجازي، حجازي ده في شارع 9، بصراحة عنده حاجات حلوة جدا جدا، حاجاته كلها قطن واسعاره كلها حلوة قوي، يعني اكتر سعر حاجة عنده تقريبا 300 جنيه. مش المحل اللي هو اسمه حجازي، المحل ده موجود في المعادي، انا قلت لكم في شارع 9 وليه كذا فرع تاني، هوريكم انا جبت منه ايه حاجته، بقول لكم حلوة جدا جدا، اغلى حاجة فيها 300 جنيه. عنده حاجات بيت وهدوم خروج، وعنده تيشيرتات كتير وبناطيل وكل حاجة، وجايب كل حاجة. تمام، بصوا انا جبت منه ايه، بصوا دي جلابيه كده اهو، بصوا شكلها عامل ازاي، لونها احمر كده بنص كم اهو،
وشكلها، وده طولها تقريبا تحت الركبة كده اهو شكلها. استنى اوريه لكم. بس عاملة ازاي؟ شكلها حلو قوي، هي لونها اغمق من كده شوية في الحقيقة بس هنا مش باينة. وكمان طولها كويس، حبيتها جدا، حسيتها هتبقى مريحة وقطن جدا جدا. تمام اهو اوريكم بقى جبت ايه تاني منه. بصوا بقى، وعنده قسم كده جوه شويه فيه بيجامات كتير قوي، هوت شورت بقى وبرمودا وبناطيل طويله وبنص كم اي حاجه. البيجامات عنده ابتداء من سعر 120 جنيه لحد سعر 250 جنيه. تمام. انا طبعا بصراحه كان عندي بيجامات كتير قوي من ساعه الجواز، كنت جايباها في جهاز يعني، فما حبيتش ان انا اجيب كتير فجبت بس البيجامه دي. بصوا عجبني شكلها جدا جدا اهو، مش عارفه كده باين ولا لا، اهو شكلها. بصوا عامله ازاي اهي، هي في منها مقاسات ميديم ولارج واكس ودبل اكس او سعرها. صراحه حلوه جدا جدا والقطن بتاعها حلو قوي قوي. هفرجكم شكلها دلوقتي عليها عامل ازاي. بصوا عامله ازاي من جوه، الشورت بتاعها اهو هفردها لكم على الترابيزه وراها. ما بصوا ده التي شورت بتاعها، هو لونه افتح من كده شويه في الحقيقه لونه بينك، هنا الكاميرا مفتحاه شويه. اه بصوا شكله عامل ازاي وقطنه وخامته بصراحه حلوه جدا 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 اهي. زي ما وريتها لكم انا جبتها مقاسها ميديم، في منها مقاسات كتير اهو زي ما انتم شايفينه، في الوان واشكال كتير بس انا جبت المقاس الميديم ده حسيته على قدي. تمام. وده البنطلون بتاعها اهو، هو بنطلون طويل، ما رضيتش اجيب برمودا او حاجه قصيره لان انا عندي حاجات طويله كتير، حاجات قصيره كتير، فجبت ده بنطلون بتاعه طويل. بس بصراحه الخامه بتاعتهم حلوه جدا جدا جدا، قطن جدا وبصراحه حلوه قوي، وكمان سعرها معقول 120 جنيه دوت سعرها حلو قوي. في بيجامات كتير بتتباع على النت ب 200 نت وبتبقى خامتها برده مش حلوه قوي. وانصحكم يعني اي بنت عروسه بتجهز وعايزه تشتري ترنجات مختلفة وفيها انواع والوان واشكال كتير قوي، بجد تروح المحل ده حلو جدا، ان شاء الله هيعجبها وعلى ضمانتي يعني. تمام. كمان جبت بقى، بصوا ده بنطلون جينز كده، انا كنت محتاجة بنطلون جينز يكون بوي فريند، عندي بناطيل كتير سكيني وكده، فقلت اجيب بوي فريند، هو موضة دلوقتي واوسع كمان شوية واحسن وممكن تلبسها لحاجات قصيرة براحتك. تمام. فهبتدي اوريكم بقى شكله عامل ازاي. بصوا هو الدرجه بتاعته كده الجينز دوت عجبتني، ما رضيتش اجيب غامق قوي بس هي في الصوره باينه ان هي غامقه، بس هو مش غامق قوي كده، افتح شويه. تمام. اهو منظره، بصوا اهي الرجل بتاعته واسعه كده شويه، بتمسكيها بقى انت كده تتنيها، بس مش عارفه اتنيها لكم عشان ماسكه الموبايل، بتتنيها تتني الرجل كده حته صغيره وتلبسي عليها كوتشي، ممكن تلبسي عليها تيشرت او اي بوليرو مثلا عليه او كارديجان، اي حاجه ممكن تلبسيها عليها تبقى شكلها حلو جدا جدا جدا. تمام. هو طالع موضه قوي السنه دي عن السكيني، يعني الحاجات دي بناطيل موجوده في كل المحلات، البناطيل الواسعه دي موجوده في موضه جدا السنه دي في كل المحلات. بصوا بقى انا كنت ده جايباه، انا جايبه المقاس بتاعه 30، ده السعر بتاعه اهو. انا كنت السعر ده كنت جايباه ب 200 جنيه. تمام. هو سعره حلو قوي بس انا دوت ما كنتش جايباه من المعادي، ده انا كنت جايباه من شبرا في محل اسمه بينيتشي او بينشتي حاجه كده يعني، بس مش فاكره اسمه ايه بالظبط، بس كان حلو قوي، عنده برده حاجات حلوه واقطان وحاجاته حلوه قوي، بس بصراحه حجازي اسعاره احلى بكتير منه. هو التاني اسعاره حلوه واسعاره قليله برده، بس انا بصراحه حجازي عجبني اكتر. وده كان سعره 200 جنيه. كمان بقى كان في شويه حاجات كده، قلت الحاجات اللي البنات كلها بتحبها وبتحبها في العيد، بندلع بيها نفسينا كده في العيد، تعملي شعرك او حاجه وتفضلي لابساهم بيبقوا حلوين قوي. بصوا ده كونسيلر، ده جبته من فيت مي من ميبلين،
بص انا الدرجه بتاعتي 15، هو حلو وبصراحه بيثبت. انا ما جربتوش، انا اختي اللي قالت لي عليه ان هو حلو، بس انا قلت اجربه المره دي. بيثبت جدا وخفيف على تحت العين، بالذات تحت العين انت بتحتاجي حاجه تكون خفيفه، مش عايزه حاجه تكون تقيله قوي عشان ما تضايقكيش او تعمل خطوط كده تحت العين. دوت حلو قوي، مش بيعمل خطوط وخفيف جدا على العين، وكمان التغطيه بتاعته يعني متوسطه، حلو قوي. بصوا ده كان سعره، انا كنت جايباه سنه، السعر مش باين اهو. بصوا طيب السعر عشان صغير قوي فمش باين هنا في الكاميرا. ده انا كنت جايباه ب142 جنيه، من محل بتاع ميك اب. تمام، في منه درجات كتير قوي على حسب درجة البشرة اللي انت عايزاها بقى بتجيبيه. وكمان جبت الحلق ده اهو، بصوا شكله عجبني بصراحة. لا وانا فتحته لكم، بصوا شكله عامل ازاي، لونه ذهبي كده. انا بصراحة عندي حلقان كتير قوي صغيرة، كتير كتير يعني صغيرين، فقلت اجيب دوت، حسيته حلو وعجبني شكله، بس مشكلته ان هو بس تقيل شوية على الودان، يعني تلبسيه شوية كده تفرحي ببابك هيتقلع، مش هتلبس كتير يعني، بس عجبني شكله. ده كان عامل 18 جنيه. كمان جبت السلسلة دي، بصوا هي عاملة كده فيها حتة اسود والحتة التانية بتاعتها كده بتلمع شوية، وفيها الدايرة والكورة دي كده من تحت اهو. بصوا اهو شكلها عندك، هحاول اصورها لكم اهي، شكلها برضو عجبني. انا بحب السلاسل الصغيرة جدا، البسها في البيت مع الترنجات وكده بتبقى شكلها حلو قوي. في بقى كمان شوية مشتريات كده كنت جايبها لابني، بس هنزلها لكم في فيديو تاني لوحده، هوريكم برضو الحاجة جبتها له منين والاسعار بتاعتها عاملة ازاي، حاجات برضو للبيت والخروج، بس انا ما كملتلوش يعني، في حاجات ناقصة وحاجات جبتها عشان طبعا الوقت والحظر والحاجات دي، فمش عارفة انزل براحتي، فهصورها لكم تاني في فيديو لوحده. بس كده، ده كان فيديو المشتريات بتاعي النهارده اللي انا جبتها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وعرفتوا حاجات عن المحلات، عن المحل اللي بقول لكم عليه دوت. يا ريت تروحوا حجازي وتعمل على انه فيديو قبل كده، يا ريت تشوفوه، حاجته حلوه جدا وان شاء الله مش هتندموا لو رحتوا. لكل البنات اللي ساكنه في المعادي يروحوه، هو مشهور جدا جدا واكيد في بنات كتير عارفينه. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. يلا سلام.